السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسله الفيديوهات ايكوم سايبوك اللي غادي نخصوا هاد الحلقه للتعريف بقانون جديد وهو قانون المقاول الذاتي او نظام المقاول الذاتي اللي تم التنفيذ ديالو، خرج في حيز التنفيذ تقريبا واحد الاشهر معدوده وكان له صدى ايجابي عند الشباب، وغادي نخصوا هذا الفيديو باش نعرفوا به. نظام المقاول الذاتي هو قانون كان الهدف ديال الدوله منه هو تبسيط مسطره ولوج الشباب الى عالم المقاوله، وهو كذلك اليه لمساعده القطاع غير المهيكل على الاندماج في المنظومه الاقتصاديه بشفافيه. الخصوصيه او المميزات ديال هذا القانون ان اولا التسجيل فيه مجاني وسهل، يكفي فقط التسجيل عبر موقع خاص بهذه العملية وتقديم الوثائق اللي هي على شكل استمارة وتقدم بعد ملئها في الموقع الرسمي مصحوبة ببطاقة الوطنية وصورة إلى أقرب وكالة من البريد المغرب. والعملية كما قلت سهلة ومجانية، ومجرد ما كيتحط الملف كتكون واحد المدة محددة من أجل باش يتوصل الشاب بالبطاقة ديالو اللي فيها اللي كتسمى بطاقة المقاول الذاتي، وهي اللي فيها الرقم التسجيل ديالو في سجل المقاول الذاتي، وبالتالي هذاك هو الرقم التعريفي ديالو اللي كان ممكن يمارس به بكل حرية وبكل قانون النشاط الاقتصادي ديالو. ملي كنقولوا مقاول ذاتي فهي شركة ذاتية، بمعنى لا يمكن لأكثر من شخص أن يؤسسوا مشروع المقاول ذاتي، يعني خص يكون مستفيد واحد. الخصوصية كذلك أنه لا يمكن لصاحب مشروع المقاول ذاتي أن يشغل، يعني خص يشتغل لي يعني كشخص ذاتي. الخصوصية الثالثة كذلك هي رقم المعاملات، بحيث أن المشرع حدد سقفين، سقف الخدمات وسقف التجارة والحرف والصناعة. سقف الخدمات وهو 200 ألف درهم في السنة أي 20 مليون سنتيم، و 50 مليون سنتيم أي 500 ألف درهم في السنة. والضرائب كذلك المشرع جاب واحد التحفيز جد مهم جدا، بحيث أن الضرائب تتراوح بين 1 و 2% عن رقم المعاملات المعلن، 1% بالنسبة للممارسين ديال التجارة والحرف والفبركة أو الصناعة، و 2% من الشيفر دافير أو رقم المعاملات السنوي بالنسبة للممارسين للخدمات. ويمكن أن تؤدى أو هذا يعني الحساب الضريبي إما 3 أشهر، كل 3 أشهر أو في السنة، وهو ويعتمد مبدأ الإعلان أو الإشعار بدون ضرورة الولوج إلى الاستعانة بمحاسب. من الميزات كذلك لهذا القانون أن ممكن حتى الناس اللي ما عندهمش مقر اجتماعي لممارسة هذه المهنة أن يستغلوا العنوان، عنوان سكنهم، بدون أن يؤثر ذلك على اي اثر سلبي قانوني على السكن، بحيث ان المشرع اعطى امكانيه ديال الفصل القانوني بين الاستغلال ديال هذا المحل اي محل السكن او عنوان السكن كمقر، وان يدخل في اي اطار نزاع مرتبط بالمشروع. ميزات كثيره اللي خلات كثير من الشباب في الاسابيع الاولى ان يلجوا الى هذا القانون ويستفدوا منه، وكثير من المهن مسموح لها تمارس، ولكن هناك كذلك مهن غير مسموح لها وخاصه تلك المنظمه بقانون. بالاضافه الى هذه الايجابيات اللي ممكن نعتبرها ذات الطابع القانوني، فهناك ايجابيات اخرى، وهي هذه المرونة التي تجعل كل شباب يمكن اليوم أن يلجوا عالم المقاولة بدون تعقيدات بيسر. وهذه فرصة باش يتأكدوا أولا من فكرة المشاريع ديالهم، من قدراتهم، من كفاءتهم، واش يعني هل هم مؤهلين فعلا ليكونوا مقاولين. وهذا يخليهم ياخذوا كل مرحلة على حدة قبل الانتقال إلى الإطار المقبل وهو إطار خرق الشركة. إذا كل هذه الفائدة ما هي إلا آليات لتشجيع الشباب. اليوم قد أقول أنه لا عذر للشباب اليوم أن يبرروا انتظاريتهم في ظل هذا القانون المشجع. وشكرا، وإلى فيديو آخر.